أخطاء الرجل في أول ميعاد اللي بتأدي لانتهاء العلاقة في أول أسبوع. بعد كده الراجل يسأل نفسه، يا ليه كل ما أعرف واحدة بتخلع مني؟ بتخلع منك من غباوتك. إيه بقى الأسباب الغباوة دي؟ إن يروح بخبته معاده مع الأزقوزة اللي قاعد يحفي عشان يقابلها، يروح معاده متأخر. يعني البنت يعني تروح تطلطع كده في الكافيه قاعده مستنياه، والبي يجي بعد ربع ساعه فيكون حد تاني خدها. حد تاني خدها على اساس خدها يعني خطفها يعني. يعني على اساس سوري يعني. بس على اساس ايه يا اموره؟ ايه اللي قعدك هنا؟ في حاجه تحبي اوصلك؟ عربيتك راكنه بره، راكنه ممنوع عشان وينش بيجي يكلبش، ممكن اجبالك كده؟ لا ما تقوميش هاتي المفتاح، انا عربيتي اللي جنبك، جرسون عارفني. ففجاه او نروح استناها تحت البيت، فمعاده يبقى 9 يجي 10 الا ربع او 10 ونص. كنت فين يا حبيبي؟ اصل الدائري كان زحمه. لجنه او لجنه؟ كان في لجنه. دايما تحس ان هو ايه، وش سوابق يعني، دايما اللي جنبك وقفه يعني. لا بقى في واحد اهبل من ده، الاهبل من ده اللي هو ايه، اول ما عادي يقوم واخد هدايا. بتهديها ليه؟ المندفع ده النوع. وانت تعرفها؟ اه. وفي مثل امريكاني بيقول لك، اول ما عاد اوعى تعزم حبيبتك على عشاء، او اوعى تعزمي حبيبك على عشاء، عشان خاطر العشاء هيطول فممكن تتخلقي منه في اول ميعاد، فخليها فنجان قهوه. طلع لطيف نتعشى، طلع مش لطيف فنجان القهوه ما ردتش على التليفون تاني. لا بس فعلا الاجانب بيعملوا كده يعني، يعزمها الاول ليتس هاف كوفي، تعالي ناخد درينك، ناخد كوفي، لانه فعلا هو كمان مش عارف اذا كان هيرتاح ولا لا، فالكوفي خفيف. او مش لازم كوفي عشان برضو ممكن يسهروا كنزايه حاجه كده لايت جميله. يا اخي اعزم صاحبتك في مكان هادي شيك غالي، ولما تيجي تطلب طلبات ما تقولش لا لا كفايه، سيبها تطلب. سيبها في ايه لما الفاتوره زيد 1000 2000 3000 جنيه؟ ليه ليه فيها ايه؟ سيبها تطلب. عزمها ده قست ثلاجه ولا ايه؟ بنت تيجي تقول عايزه لا كفايه كده وكمان شويه بس نخلص ده، ليه؟ باين لها انك كريم وانك مستعد انها لو طلبت الدنيا كلها تجيبها لها على الترابيزه. الاستنتين ده في الميعاد الاولاني صعب قوي. اه يعني ادفع لا. وبعد كده لما تعرف ان هي طفصه وبكحه ما تجيبهاش تاني، معلش اهي مره وتبقى عدت. ساعات كتير قوي الراجل عشان يبهر الست فيقعد طول الخروج يتكلم عن نفسه وعن انجازاته وعن اعماله وعن شخصيته وعن قوته وعن فظاعته، وما بيفكرش ابدا يسالها بجد سؤال ويستمع، حتى لو سالها سؤال من باب يعني المجامله تحس ان هو ما بيسمعهاش. لازم يلبس كويس ويلمع جزمته، بلاش الكوتش اللي هو بتروح بشتغله وهاري نفسك بيه مشاوير، تروح بيه هو هو. خليك كده مستحمي، ولو في دقن يا ريت نظبطها، ولو في شنب نشيله خالص، والضوافر تبقى متظبطه كده يعني. وممكن لا والله كملي جملتك يا استاذ وحياتك ابدا. في حاجه مهمه قوي كمان، انه مهم انك تاخدها مكان انت رحته قبل كده وجربته، لان لما تكون رايح مكان انت جربته بتكون عارف الناس والناس بتبقى عارفاك وبتكون مسيطر وبتكون يعني مالك الموقف ومسيطر عليه. والست بتحب قوي الراجل تحس ان هو في المكان معروف وله قيمته وله وضعه ومسيطر على الموقف. برضو اخطاء اول ميعاد الحوارات عن التجارب السابقه. اصلا لما خطبت من 5 سنين البنت اللي ساكنه في مصر الجديده في الدور الاول اللي بابوها كان فلان، انت تعرفيها دي كمان، انا عملت وعملت وعملت. بعد كده مشيت مع 5 واحده منهم كانت معايا في الجامعه. ليه نتكلم عن التجارب السابقه اللي فاتت؟ افرض اتجوزتها مش هتنسالك. انا عندي واحده صاحبتي برضو تلاقيكم عارفينها، حكت كل حاجه لخطيبها، كل حاجه بما فيه يعني ابوها كان بيضربها وبيعذبها وسابهم وهم صغيرين وامها عملت اول ما اتجوزها بعد اول سنه. اي حاجه تعترض عليها اقول لها الله يرحم، ده انت ابوك يعذبك وخطيبك بهدلك واللي حبيتيه يطلع عينك، اللي انت فيه ده نعمه. لا ومن ضمن الحاجات برضو اللي لازم تعملها، اوعى مثلا تيجي عند الكافيه او المكان اللي انتوا فيه وتقول لها انت هتمشي ازاي بقى، اللي هو يعني ايه اسلوك طريقك وامشي. لازم توصلها وبعدين مش توصلها برضو كده اللي هو بعيد وبتاع، لا توصلها لحد الاسانسير. صدقني الاسانسير وطلعته فيه رزق يعني، وديها للاسانسير ما تخسرهوش. الا ان هو ممكن يطلع بخيل في اول مره، حد ضايقني هو قاعد عامل عبيط كده يعني. انا مش غاسل سنينه ومش ملمع جزمته. يكون رخاي كتير، ستايل لبسه، طريقه كلامه، اكيد
يكون بقى شكله مبهدل في نفسه، يكون بخيل. اول مره كنا قاعدين نتكلم يعمل نفسه جامد بقى وفاهم كل حاجه، ما قاعد بيتكلم في الموبايل يسيبني ويقوم اي حاجه تبين ان هو مش مهتم بالقعده. ان هو يكون من جنتلمان، بحب السيطره زياده، خنيق يعني شكله وستايل لبسه طريقه كلامه. اول ديت ولا اول اتفاق؟ ديت يعني في حاجه مهمه قوي كمان عايزه اقولها. دايما الراجل ساعات بيسال الست في اول ديت او تاني ديت اسئله بتضطرها انها تكذب، يعني مثلا عرفتي مين قبل كده، صاحبتي قبل كده، مش عارفه ايه، حاجات ساعات كمان ممكن تكون خصوصيه جدا. فدايما الراجل رجاءا ما تسالش البنت اسئله تخليها مضطره ان هي تكذب عليك في اول ديت لانها ما تعرفكش ولسه ما وثقتش فيك. فدي حاجه مهمه جدا، بلاش تعمل عليها ضغط نفسي من اول لقاء، لان اصلا هي هيبقى عندها الصراع ده، يا ترى هحكي له اذا كنت انا صاحبتي قبل كده ولا مش هحكي له، هيفهمني ولا مش هيفهمني. فابدا ما تحطش الست في موقف انها تضطر تكذب عليك. لو حصل وما ظهرتش وما اتكلمتش وما بعتتش مسج، فهو بنسبة 80% انت ما عجبتهاش. لا تقبل الموضوع بصدر رحيم. لا بس يحاول، يعني يحاول يعني مكسب وخسارة. يحاول يحاول بيسقف هو يبقى له كلام يسقف. افد البيت، افد البيت تقلانة، افد تقلانة وعزيزة وست كده شيك، اتصل هو. انا عارفة هي مرة واتنين وتلاتة، ليه مش لاقي حد يخرجها؟ ما صدقت تخرج اول مرة تشوف الشارع واول مرة مش هترد. على فكره انتوا فيري فيري اولد فاشن، فيري فيري بيوتيفول. سو انا تاني ان احنا سو سناب. سو سناب سناب شات. يس يو ار فاهمه سناب سناب شات بتاع الصور لا 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 لا. عندكم اي مشاكل تاني في اخطاء اول ميعاد غرام اللي بيفركش العلاقات؟ ما تكلموش وما تبعتلوش مسج. لا طبعا، ليه؟ هيفتكر انت مدلوقه. لا يتصل بيها، وما صدقتي هو اللي يكلمك وهو اللي يقول لك هنتقابل تاني امتى، وهو اللي يقعد يحب فيكي ويقول لك كنت قمر اليوم ده، والبنك عليك يجنن يخلي خدودك كانك خوخه. خدودك خدودك وخوخه وبنك، يعني الجمله نفسها لازم تتحرق كلها. الله يرحم. والبنت برضو لو قالت لك والبنت برضو لو اتصلت بيها وقالت لك والبنت برضو لو اتصلت بيها وقالت لك لا مش فاضيه بكره، ما تيأس، حاول تاني. بتتقل بتتقل عزيزه، البنت عزيزه ومن عيله محترمه. برضو اوعي تتقلي، وعلى راي الاستاذ حكيم حاسب تتقل تتقل تغرق وانا مش قدك. يعني لقيتيه عدت 3 ايام ما كلمتيش، شوفي على الواتساب كان موجود ولا لا، او حاولي تبعتي له سمايل فيس، الفيس الزعلان ده اللي هو عامل كده، اي حاجه مشي حالك عشان ما يتفشل. طب ما من الاول احسن ما يبقى شكلكم وحش. لا برضه تعملش انت غير بتدور عليه، يعني قال يعني قلقت والبنت اصيله، لكن من تاني يوم كده. لا لا، ما هو معنى انه يقابلك ويقضي معاكي ساعتين وما يعبرش اللي خلفوكي 3 ايام يا مات ما عجبتيهوش يا مش عاجباه. لا ما هو لو كان بقى اكلها وظبطها يعني برضو احسن من ما فيش. تنبش عليه كده تشوف اختفى فين ده، صح؟ بعد 3 ايام نزل تدور. خلاص مش طايقك. وبعدين ده طلع معاه في الاسانسير. اخطاء اول ميعاد بالنسبه لادم فقره مثيره جدا، بس لازم نطلع فاصل ونرجع للفقره اللي بعدها، فقره احلى منها، الفتاه المسترجله. نروح فاصل ونيجي نشوف.